كاين تغير بزاف. داك الماء سيدي عندني داك الماء فيه واحد لوغو في شكل يعني هادي قاعد صبرت شربوا النهار الاول الثاني الثالث اني كتقول اللهم نجيب الماء من الحانوت يعني ولا تصفي تزيد ليها عندني طيبو كما كنا كنديرو في البحر. قال لي اودي هاد الماء ما يدوزش يومين 48 ساعه ما تخليهش في القرعه الا تشربوا عاوتاني خص تجيب ماء جديد هذاك خص تبدلو لحقاش كيكون فيه واحد لوغو ثاني مع كاع ثاني زياده البلاستيك كيكون واحد ثاني واحد لوغو في شكل. المهم داك لوغو كيبقى لك في الحلق ديالك ثاني المهم كتذوق داك لوغو. اخويا انا ثاني في الدار انا كنعطي لولادي الدروس على الماء ثاني كيجيو كيحلوا الروبيني عمر السطيله وسطيله اخرى درتي الصابون رجليك غسل بداك الماء اللي في السطيله تجي اختك حتى هي وكذلك انت هادي تعلم اختك واختك هتعلمك والوالدين هما اللي كيعطيو فهمتني النصائح لوليداتهم. خايفين اخويا خايفين لحقاش عطاو الانذار راه الانذار بعدا هو فهمتني عطاه علينا الله سبحانه وتعالى على هذا الجفاف دابا اللي كاين. هذا راه امتحان المغاربه فهمتني جميعا امتحان هذا الجفاف. شكون اللي جاب الجفاف؟ الماء ما كاينش. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما كاينش الماء خويا راه ما كاينش الحياه. راه تصبر للجوع العطش ما تصبر ليش. المهم المشكله دوامان راه هي المشكل ورد على الصعيد وكادير كاين المشكل راه يقعاويص على مستوى الوطني ككل. الجو يزري المغرب قبل الجفاف اللي غرا يزري سكاسات البرجات خوان الفرشه المائيه استغلنت بدنات سي الطريقه عشوائيه ورسولين ومان فهمتي يلي الكاسبياج اللي تيني كان ياد اللي مدنا دي التشكاريس اللي ستومبين 10 يترو 15 يترو ومان. المهم حتى غير ما ناد اللي حداك كانت لي ستاسيونات ديال نصفيات المياه البحر امان اللي ديال اللي حيت كم السكما يقا يا ومان الا كي ديال المذاق كان مر ولا تسوت الخيران واش فهمتي يعني ضر مدنا هذا فين ديال الحل يا ضنين. اما زدت وين ما امان غير البلايص هادين غير البيار والين نغزون نيكين غير مثلا صغيح الميكانيزم اللي لوسموز كاع تغتقمي كاع سيان الروبيني مزيان وقت ما راه تسوح نغ كرا نسا غوامانا واخا تنتني وتصفين مزيان كنا نرى ما نسليلي والينا نستعمل الماء العادي. المهم يخصها نكين غير غو كادير بالضبط يخصها ننتبه للمساله ياد لانه نكونوا رلين ومانا نوري اللي حتيات ياك وجعلنا من الماء كل شيء حي يخصها بدنا تغير لي زابيتود نسني هاد الليل ياد اللي سالان بكري غايلين الغاز بياج اللي هو مات الطريقه الاستعمال العشوائيا غايلين خصها ينتهي نهائيا هاد السن الزمان كونو رلين فهمتي راه صبرت غدو صبرت كل ما هي حاجه صبرت وين يامان كونو رلين جرب هي يوس يوس نغنت بينا مان والين 24 راه تزرت تيكمي ماني كتكون تكا واش فهمتي واخا راه تيتاويت غبي وقرا امان. المهم الله يرضي عليكم هاد القضيه ديال الازمه راه تيلي غير المغربي كوت بزاف فهمتي سكن فعلا الحكومه تسكر غايد المحطات نصفيات المياه غبعض المدن غايدين وين المدن اللي ورين لينا على الشاطئ من يراتني انا سري لكم ومن زود تارودان زود المناطق النائيه مثلا يزي سرات الزنزان مدن غير لي ستاسيون امانه انت ونس لي سيتر ضمان. المهم غايد ليا الدار نحلان كلي خصها في الحظ افلاس نحافظ ياك بعدين ايك السلوك نحيك راسيوناليزي ليستين فرانسيس السلوري اللي تدبيرا وباش اشكو حتى امان كنا دور كيني كنوان ما ياك وري اللي ما كان تفاجانا كما تفاجا الجميع بان الطعم هاد ديال المياه الاخيره ديال الماء الشروب باكادير بانه ماء غير صالح للشرب بل اكثر من ذلك ملوث بالاتربه الشيء اللي يجعل الساكنه تتساءل مدى صحة على المستوى الصحي واش هذا المانيت صح صالح للشرب. إذن هذه المفاجأة جعلت بأن الغريب في الأمر أن استبشرنا خيرا بمدينة تقدير وخاصة منطقة دويرة اللي فيها مشروع كبير ديال تحلية مياه البحر استبشرنا خيرا قلنا ما يكون عندنا المشكل ديال ندرة المياه وبالتالي لا من ناحية ديال الشرب لا من ناحية الفرشة المائية اللي تم استنزافها بشكل مخيف لسنوات مضت وبالتالي قلنا هذا الماء غادي يحل لنا المشكل ديال اكادير الشيء اللي جعلنا نفرحوا وقلنا بعنا راه هذا فالو خير على الساكنه ديال اكادير. لكن اخيرا
وبعد ما تقريبا الشهر تقريبا ولا 15 اليوم اسبوعين تفاجأنا بان الماء اللون ديال الماء ملوث بل اكثر من ذلك فيه رائحه مكرهه مما جعل الساكنه انها تضيف مصاريف اخرى في شراء الماء المعدني. عندنا مخاوف كساكنه اكادير بخصوص الندره ديال المياه، وكنشوف شخصيا ان المشكل بادي منذ سنين وعنده ارتباط بمشاريع متعلقه بمجال الفلاحي من جهه، طبعا المشكل ديال الجفاف اللي هو قوه قاهره، نسال الله غيتنا بامطار الخير، ولكن يعني بعض الزراعات كانوا استنزفوا الفرشات المائيه وكانوا الناس داروا انذارات بزاف على هذه المساله، وكنظن وقيله كانوا تحركات بالنسبه للدلاح بالنسبه للفريز لافوكا، يعني كنظن ان كنتمنى الحكومه تاخذ اجراءات باش بدلا من نديروا بعض الفواكه اللي غادي يستنزفوا بزاف ديال الماء الفرشه المائيه ونصدروا كنصدروا الماء وحنا في حاجه اليه. هذا الشيء وخصوصا كذلك الوعي ديال الناس في الاستهلاك ديالهم للمياه، كنتمناو يكون واحد ترشيد للاستهلاك ديال الماء. كنا كنشوفوا اشارات في القناه العموميه ديال الارشاد، كنتمنى يعاودوا يحيوا هذه الاشارات ينبهوا الناس على المياه. وسمعنا الخطاب ديال جلاله الملك مؤخرا على المشكل ديال الماء ندره الماء، كنتمناو ان شاء الله يغيثنا الله بشي شتاء ديال الخير، وفي نفس الوقت يكونوا سياسات اللي يحافظوا على يعني يطمئنوا الناس والساكنه خصوصا عندنا في اكادير. كاينه تحليه المياه حتى هي راه مشروع في تيفنيت عرفنا به مؤخرا كاين، وكنتمناو حتى المال اخر ديال البراج. صراحه شخصيا انا كنفضل المياه ديال البراج، المياه تحليه البحر ما كنظنهاش يعني بتكون مفيده للجسم كما المياه البراج شخصيا، وإلا كانت غير كتساعد في المجال الفلاحي كتعوض على هذاك الماء راه مزيان، غير هي ما تكونش نفس الجوده ديال الماء ديال الشتاء.